ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله، راح نعطيكم التفاصيل كلها إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، طبعا هذا من المزارع المحترفة في إنتاج شتلات التين وإنتاج التين. تابعونا للأخير، تابعونا للأخير. طبعا هذا شتلات تين بأنواع وفصائل، مزروع في الأرض على بلاستيك، عروقه مواصلة الأرض أساسا، تجي من هنا السقي. طبعا حلوي بحشو، هذا شوفها السقي حلوي ما شاء الله. نشر سناب نقدم الدروس الجاية ونكمل دروسنا. حنا تجربة للدكتور حسين عبد الوهاب من التجارب الرائدة طبعا في تربية التين تحت بيت محمي. انزين الصنف سوري يا دكتور، ها ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا حبه هنا، هذا شنو ذا؟ هذا تركي، هذا تركي برا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صنفين من التركي وفي اسماني احمر بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايه على الاطراف هذا اليسار كله سوري، سوري ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، طيبين الطاهرين. ما شاء الله يا دكتور، دكتور الغالي حبيب قلبي حبيبي عيوني، عمر الشتلات بالضبط، عمر الشتلات بالضبط الان تقدر تقول سنه من اكتوبر، لا اكتوبر السنه الماضيه الى الان يعني 8 شهور. 8 شهور بالضبط، 8 شهور وانا اخذت انتاج تجاري يا دكتور. انت لا ما تقدر تقول انتاج تجاري الان، بدايه موسم انتاجه جيد، بدايه موسم، لكن كانتاج تجاري يفضل انها تكون السنه الثانيه الان انتاج لطيف. انا اشوف بس انا ما شاء الله اشوف الانتاج يا دكتور شيء، اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب بيت محمي عادي، اي نعم بيت محمي عادي، بس لاحظت انت بروكلين حاط كل مسافة. ايه الروكلين تبريد، انت الان مو الهدف منه، لا الهدف منه التهوية. شوف ايه انه يجي هوا شوية حد تارك بين الشيتة والشيتة متر، شيتتين او ثلاث حسب التوزيع، شيتتين او ثلاث بلاستيك، شيتتين بلاستيك تقريبا او ثلاث، وبعدها متر فراغ، متر فراغ حاط عليه الروكلين. عندي الروكلين عريض موجود متوفر عندي، فما رحت شريط غير استخدمته، تقدر تحطه بمترين. ايه ما عندك اشكاليه، بس هذا بس عشان ينزل حراره البيت المحمي على اساس التهويه. ايه وفي نفس الوقت التينه تحب الحراره، ما عليها مشكله مع الحراره، مشكلتها مع الشمس المباشره. الشمس المباشره على جون جولاي اوغست، ايه ما شاء الله اللي عندنا شمس مزعجه، مزعجه جدا. فحتى التور ما عندك اشكاليه، بارويك الان المظله اللي مسوينها انا، زي المظله. تسلم. التين يحب كشجره يحب الرطوبه، يحب الدفء، يحب الحرارة. ايه طيب، فانت داخل البيت المحمي وفرت الاثنين. فداخل البيت المحمي وفرت الاثنين، لكن في اصناف تحب البرودة نوعا ما، من ضمنها السورية هذه. ايه فلذلك انتاجه في الشتاء يكون اكثر اكثر. ايه ما شاء زين. الله ماذا زرع على مصاطب، انا لاحظت ان التسميد البلدي موجود طيب، والنقاط يمين ويسار، البيت المحمي العادي ما شاء الله. راح نكمل ويا الدكتور تفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله احجام، لازلنا ويا الدكتور سلام الوهاب. ما شاء الله هذه سنة ونص. شوف الساق حقهم، هذا المقصوصين انا قاعد امقل منهم. ايه هذا الصين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الساق هذا بعمر سنة ونص. زين عمر صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله الله ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز ممتاز. طيب هذا الصنف انا جايب لنا من تركيا تحت التجربه، طلع الصنف هذا يحتاج ذكار، يحتاج اي يحتاج اللي هو التلقيح، اللي هو التلقيح. ايه أوه ما شاء الله، هذه جميل جميل حتى جميل تحفه صاير. ايه كصنف ما شاء الله. ايه كصنف جدا ممتاز، نموه سريع مقاوم وأثمر،
وثمر لما يثمر يمكن احنا فيها ثمر هي في الآلة ثمرتها حبتها كبيرة بس يحتاج ذكار. ايه وهذا مو بعلمنا اللي تعرفناه للحين في البلد احنا الآن حصلنا ذكار عند رجال حق والتذكار نرجع يا دكتور التذكار هو فحال الذكر هو ذكر حق التلقيح ذكر التين اي ممتاز التين في منه اصناف ايه في منه اصناف تكون نفس الشجره مؤنثه ومذكره في نفس الصنف ايه وفي لا لا وفي لا من انثى لحالها والذكر لحاله وذكر لحاله فهذا طلع من الانثى يحتاج لذكر ايه يلا ربي يبارك لك يا دكتور دكتور هذا الصنف الثاني ما شاء الله الله معبولي هذه ذايبه ذي لا 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 هذه ذايبة لا هذه حركة السمان لا بس ها كتير هذه ما شاء الله دكتور الغالي حبيبي دكتور تجهيز الأرض أرضكم هنا رملية قبل الزراعة يفضل قبل الزراعة تجهزها في السماد البلدي طيب يفضل يكون لو كان السماد معالج ممتاز حصل المعالج أفضل وأفضل خير وبركة ما حصل ممتاز السماد البلدي كلش جرع أنت حفرت أساسها هذه وقت الزرع حفرت كل شجره نحط تقريبا عربانه جنبها على ايه. اساس انه بيت زين نحط في الخط قرابه ال 15 شجره بعدين نحرث الارض عدد الشجر طولا عدد الشجر طولا بين شجره والشجره من متر ونص الى مترين حسب الاحتياجات المزارع المزارع تقريبا مترين مترين شجره اي ممتاز بس مو مسافه قريب المترين ولا ايه. على البيت داخل البيت لا لانك انت ما بتخليها تهيج انت كل نهايه سنه بتقلمها تقليم اي تقليم الا حسب احتياجك ممتاز وانت عامل اشوف عندك خطين خطين ثلاثه ما عندك مشكله خطين لا اقل من خطين اي خطين يمين ويسار عند كل شجره خطين الى ثلاثه هذا جي ار طبعا ممتاز جي ار جربت النقاطات النقاطات اي جربناها كويسه ما عندك اشكاليه بس الجي ار اسهل نقاطه منه في راكبه وخلصنا ايه ما شاء الله الصنف ده شو اسمه دكتور هذا الاسباني الاصفر الاسباني الاصفر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ويلي انا ما احكي ولا طالع اللي في يدك بس انت الحين المفروض لو قلت لك كم حبه ادخل حق يعطيك العافيه انا ادري يعطيك العافيه يا دكتور دكتور خلينا نتكلم في لغه الارقام دكتور تقريبا البيت المحمي معايا بعد سنه وسنه نص رعايه انتاج ماديا انا اتكلم على الايراد بالنسبه للتين شلون وضعه ايراد ما انا بحكم انشغالي كثير ما احسبها لكن اعطيك تقدير احنا نقص منه تقريبا في اليوم حوالي من 35 الى 40 صندوق في الموسم في اليوم الواحد اي في الموسم اي يستمر موسم التين الاسباني يستمر معك من تبتدي القطف المفروض انه خلاص الان من شهر من الشهر هذا من جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر يبتدي يقل شويه اي من اعتدال الجو اي مع اعتدال الجو الى ان لحد ما انقل ما هو ينتج ما شاء الله انقل ما في نهايه جانوري او بدايه فبراير يكون في انتاج نتكلم عن عنصر تجاري داخل بيت محمي يعني المفروض على هالحساب يعني احنا نتكلم مع البيت المحمي المفروض انه خلال موسمين انا مطلع تكاليفي او موسم من اول موسم طلع تكاليفي من اول موسم انا مطلع تكاليفي تكاليف من اول موسم طلع تكاليف ممتاز مطلع تكاليفك وعليهم عليه حبه مسك بعد اي ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لك يا دكتور نبغى نشوف طريقتك في التربيه في ذاك البيت اللي ذكر يوم هذا احنا بنتكلم عن التقليب انت بالنسبه لك لطريقتك هالصنف هذا غصن وخليت فيه ثلاث تبرعات هذا الشجر هيج ياخذ مساحه كبيره فما سويته بالطريقه اليابانيه طريقه الترقيد خليت الزراعه العاديه طيب ممتاز الشجره الان هذه مقلمه هذا مقلمه في نهايه اثنين اي في موسم التقليم ايه عندك مارش ابريل وماي ومي يعني ثلاث شهور هذه ثلاث شهور حجم الشجره في خلال ثلاث شهور كيف ثلاث شهور ما شاء الله السنه الماضيه مع انهم اقل من سنه اعمارهم لكن وصلوا حجم ذلك كثير يقولون قلم سنه وترك سنه انت السنه جربت وتثبت للناس هذه ما قلمتها ولا لمستها ولا لمستها قارن هذا هي شوف الانتاج شوف انتاجها بشكل شوف الانتاج عام بشكل عام اثبات بس للناس فائده التقليد شكل الشجره بشكل عام شكل الشجره القديمه
صاير مزعج شكل الشجرة وجالسة تطلع نمواتها في الرعات أيضا من تحت غير منتظمة. التفرعات هذه غير منتظمة تتعبني أنا بالنسبة لي تربية الشركة. تقدر تتحكم فيها. في المقابل هذه واحدة نفس الفصيلة. نفس الفصيلة. نفس الفصيلة. شوف قلمتها شكل الشجرة العام أجمل بكثير. الشجرة العام كمية الإنتاج. كمية الإنتاج ما شاء الله وافرة. شوف شقد هذه كم متر. إيه ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هذه متر تقريبا. وكل ورقة فيها ثمرتها. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. اي بشكل عام التقليم السنوي يفضل بشكل كبير للتين وجائر. الحين هذا اللي هذا ثمر اللي يبيه الذكر، هذا لو عنده الذكر موجود. لو عنده ذكر الان تحمل. انت تاخذ من الذكر تين اللي في الذكر ولا شنو؟ اخ ايه تين من ذكر وعلقه على الشجره هنا. ايه تعلقه على الشجره. اي حشرات اللي هو اللي يسمون خنافس التين او ايه. او خنافس التين ايه. موجوده عندنا. ايه موجوده. وهي ترجع تسوي تكاثر. دكتور هذا الصنف الاسود. هذا الصنف اللي اسمه البلاك مشن. اللي هو يعتبر اسود 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 بلاك بلاك اسمه بلاك مشن. إيه. من افخر انواع او اصناف التين اللي موجوده ما شاء الله طعما وشكلا وهو نقول مو بني غامق الى الاسود. هذا انتشر في امريكا مع الحملات التبشيريه لذلك سموه بلاك مشن. إيه. من ترجمته ما شاء الله مشنز اللي هي الحملات التبشيريه. إيه. حملات ما شاء الله. نقلوا وياهم من اسبانيا ومن منطقه البحر حوض البحر المتوسط الى امريكا. نقلوا الى امريكا ما شاء الله. انتشر هناك. انتاجه شلون وياك؟ انتاجه جدا رائع ما شاء الله. انتاجه طبعا صيفي. تقريبا 4 إلى 5 شهور في الصيف ينتج ما شاء الله. كميه شفت نرجع للتقليم. هذه قلمت متأخر بعد متأخر واجد متأخر. هذه قلمت بعد في نص مارش في نص مارش بينما اللي قلمتها في الوقت الصحيح هذه قلمت في نهاية فبراري. نهاية فبراري ترى شجرة واحدة بس التقليم وقته. في الحديث على كسر القمة للنامية دكتور انت تقول على حسب الصنف صح ولا لا؟ صحيح. طيب هذا الصنف اللي عندك شوف ما شاء الله انا لو اكسر القمه الناميه شوف الثمر وقاعد ينتج عندي اصلا شوف الثمر هذه ثمره ايوه ماشيه مع القمه الناميه مع الورقه كل ورقه تطلع ثمرتها معاها ممتاز فكل ورقه شوف الغصن أي. كل ورقه معاها الثمره وقاعد الان الثمره تطلع قبل الورقه قبل الورقه فانا لو كسرت أيوة. هذه خسرت عندي خسرت الانتاج انا عند الصنف هذا ما زال مستمر في الانتاج ايه عندك اصناف ثانيه انتاجها مره في السنه البلدي الوزيري مثل ما تفضلت قبل شوي الحساوي ايه. انتاجها مره في السنه انا لما اقص القمه الناميه قد انا ما انا متاكد من المعلومه قد تتركز العصاره صحيح لكن الصنف اللي انا مستمر في الانتاج مثل الاسبان الاصفر هذا مثل السوري ايه مستمر الانتاج في شيء ثاني القم مستمر في الانتاج ومستمر في النمو مستمر في الانتاج ومستمر في النمو تسلم طيب انا لما اقص القمه الناميه البراعم القبطيه تبتدي تعطيني تفرعات اضافيه تفرعات اضافيه يمين يسار ويعطيني شكل الشجره صارت غير طبيعي ايه. كميه الاغصان كميه الاغصان بتكون كبيره المفروض ان حجم الثمار حيكون اقل لان حجم الشجره صار كبير وغير منسق اي ممتاز احنا الان في قاعده كل ما كان عدد الثمار اقل على 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 المجموع الجذري والمجموع الخضري ثمره بتكون اكبر صحيح الان العكس لما انا الان الشجره بتهيج وبصير شكلها غير منسق والبراعم كثيره كميه الثمر في الاصناف هذه بتكون كبيره جدا اي طيب واضح ففي النهايه بتكون حجم الثمره اصغر واضح هنا تجربه الدكتور حسين في التطعيم التين الاصل الاصل التركي
تركي بس مش التركيش براون. ايه صنف تركي انا ما اعرف، انا جايبنا من تركيا نفس التركي اللي قلت لك قبل شوي يبغى الذكار. ايه هذا هو. ايه نفسه بس طعمت عليه ايش؟ طعمت عليها التايجر. اوه ما شاء الله باين التايجر. صحيح باين التايجر. شو اللي خلاك تطعم عليه تايجر؟ التايجر ليش بالذات اخترت التايجر على اللي قبله شوي؟ طيب اولا ان الاساس مقاوم. اي التايجر مو مقاوم بشكل كبير. بشكل كبير هذا شيء. الشيء الثاني التايجر الان يباع في المشاتل باسعار خياليه غالية جدا. يعني الان انا جايب اسعار خيالية اربع شتلات بألف ريال، يعني 250 ريال الشتلة. صحيح. طيب فانا الان لما الغصن ابى ازرعه اغصان بيكلف بيكلف. وثاني شيء ايش قد يعني الان انا عندي الغصن هذا اقدر اركب منه شجرة كاملة. طيب تسلم. وهذا انت استخدمت تركيب العين. تركيب العين التطعيم بالعين. التطعيم بالعين. ايه ما شاء الله باين التايجر. هذا اول تجربة للتايجر بالتطعيم ما شاء الله. لا أيوة محمد كل غصن محمد. والحمد لله كل الأغصان إلى الآن أمورك ما شاء الله. طعمته في أي شهر يا دكتور؟ هذا للأسف سويته متأخر. في سويته في مارش. الله مصر الحمد لله محمد. يطعم في نهاية جانوري بداية فبراير يفضل. أي ما شاء الله. دكتور تجربة اليابانية في البيت المحمي ما شاء الله. البيت المحمي تسلم. قبل لا بس واضح هو كذا بهالشكل. تسلم. هذا أصل. طيب هذا الأصل ارتفاع 50 سنتي تقريبا 40 سنتي 50 سنتي ما عندك مشكلة، لكن الأصل أحمي على السلك. هذه فيها سلاك. أي سلك؟ هذا سلك الرابط. انزين سلك الرابط وأحمي على السلك وعلى جميع الأصناف. حلو. وأخلي كل شبر يطلع غصن تفرعي إلى أعلى. يعني تسلم. هذا شجرة واحدة الحين. هذه شجرة واحدة ما شاء الله. أنا مسوينها أكثر من فرع حسب لأن سوينا متأخرين، فطلع فيها فرع جاي هنا وفرع جاي فرع هنا. يمين ويسار. يمين ويسار. رفعته بهالشكل خدت يمين. تخلي كل شبر تقريبا 20 سنتي يطلع لك فرع. فرع علوي تربية ذي. تربية. إيه فصار عندك. فعندك الآن. التربية عمودية. تربية عمودية. إيه. وأتعامل معاها. كأنها خضار. ايه في ناحية اللام والضام. ابو محمد. دكتور جربت هالتجربة علشان استغلال مساحة وبعد. صحيح. وبعد شو الميزات اللي انا جيتك السنة الماضية وكان ما شاء الله. كمية الانتاج مقارنة بالمساحة اكبر. ايه. اكبر من نترك الشجرة قبل زي ما شفناها. زي ما شفناها هناك. ايه. انك انت الان عندك كل شبر عندك هذا النمو. الآن ما شاء الله. الان ايه. هذا من تقليم. تسلم. من فبراير الان شوف ما شاء الله الى وين. مترين متر 15 سم. استغليت المساحه بالضبط. من هنا الى الاعلى انتاج ما شاء الله. هذا واحد. اثنين شوف كميه الانتاج اللي فيها. انا وجدت كميه انتاج وفير ما شاء الله. كميه الانتاج ابطي ابطي مع كل ورقه رايح فيها انتاج. كميه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا شيء. الشيء الثاني صار مثل السياج بحيث العامل الخدمه لما يجي العامل هو يخدم ما شاء الله للجناي اسهل. ما يلف على الشجره وواحده فوق واحده تذهب. استغلال الوقت في الجني اسهل بكثير. استغلال الوقت استغلال المساحه والخدمه اسرع. الخدمة اسهل. انا الان عندي الخدمه هذا الان المفروض هذه اشيلها. هذا المفروض تزال. ايه يعني عشان يبقى نظيف عندك. الثمره المفروض اني ازيلها. ممتاز. انت ما تبيها. انت مربي الشجرة على شكل معين. ايوه على شكل معين. فهذا ما ابغى مع انه في انتاج لكن ما ابغى. ايه انت تبغى لا يخرب عليك التربيه. التربية والشغل. التربية والشغل. ما شاء الله. يعني هذا نفوذ كل هذا نفوذ كل الإزال هذا كل النموات هذه كلها كل هذه النموات نفوذ أنها تقص وتزال. إيه. عشان لا يخرب عليك التربية. لا يخرب عليك التربية. شوف هذا حتى هذا ما حد كله بهالشكل. ما شاء الله. هذا ما شاء الله. طبعا كلها التربية لها الطريقة اليابانية. استغلال البيوت المحمية بشكل كبير جدا جدا جدا
ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. دكتور نرجع إلى بغيث الله مصلى الله صلى على محمد وآل محمد. الحجم كم الإنتاج الوافر ما شاء الله؟ هذا الإنتاج أو الخط الواحد يعادل أكثر من خطين ثلاثة. إيه ما شاء الله ما شاء الله. بس المتعب في التأسيس. متعب التأسيس والمتابعة. إيه المتابعة. شفت الآن هذه؟ إيه. هذه خلاص أنا لازم أجي وأعدلها وأضبطها على الأقل مرة في الأسبوع. يعني شوف هذا الآن تأخرت عليها. إيه. وطلعت بالمكان اللي أنا ما أبغاه. فالمفروض إنك تعود تدخلها داخل. عود أدخلها داخل بس إنها رفيعة يبغى لها شغل الحين لا أكسرها. إيه إيه. المفروض إنها داخل. شوف زي هذه. داخل بحيث إنها لا تنزل عندك. لا تنزل تحت وتد. عادي حامل الثمار. لا تنزل. إيه إيه. هذا بزيد وزنه. وبينزل. إيه ما شاء الله. أضطر الآن إني أمسكها الآن. ما شاء الله ما شاء الله. دكتور هذه تجربتك على للحديث اللي تداول على قص القمة النامية. انت قصيت هنا القمة النامية راح طلع النامية. عندنا تفرعات جديدة لا زال في نمو لا زال في نمو مقارنة الثمرة اللي موجودة مقارنة بحجم الثمار الثمرة اللي ما قصت القمة النامية نفس يعني ما فرقت ماكو ذاك. فنرجع ونقول احنا على الفصيلة هي اللي تحكم الله مضبوط. طريقة التربية انت الحين حنيت الان حنيت وتاخذ حنات الغصن الغصن. إيه؟ كانت عندي نموات يعني مثلا زي هنا كان في نمو, في نمو قصيته هذا النمو. إيه؟ ما ابغاه شلته وبروح نمشي عليه واخليه كل 20 سنتي 25 هذا النمو. إيه؟ الان انا ابغاه. إيه؟ اخليه واي نمو بينه وبين النمو الثاني اللي مثل هذا مثلا اشيله طالع شيء ما نريده. إيه؟ يزيله بحيث تنظيف الشجره بطريقه مرتبه. فكل شبر حسب انا احتياجي كل شبر هذا مثلا النمو هذا انا ما احتاجه اشيله. إيه؟ هذا النمو ما شاء الله اشيله اتركه هذا النمو اخليه مع الخيط يمشي نفس طريقه التعامل مع الخضار. انت تعاملت مع التين مع الخضار مع الطماطم نفس تعاملها اخذت الخضار سويته في التين. الله انك جيد يا دكتور يعطيك العافيه. دكتور الري 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 يفضل شوف التين يحب الماء. ايه لكن ما يحب يتحمل يتحمل الجفاف. ايه لكن ما يحبه. ايه يحب الماي ولا لا تزيد عليه. لا تزيد عليه كل ما كانت الارض رطبه لكن مو بزياده مو متشبعه رطبه. ايه يعني لو يفضل ريتين في اليوم ريتين قصيرات بحيث انها تضر رطوبه الارض رطبه زي ما هي ما يطلع زايد ما يصير. في نضح زايد ولا يصير في جفاف ممتاز. ويبقى الري هو عين المزارع نفسه على ارضه. الارض تحكم صح؟ ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دكتور كم صنف لوز؟ احنا طلعنا على التيب بس خل لا لا على الاماراتي الاماراتي الاصفر الاماراتي الجامبو. ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله ما شاء الله. انا باخذ وعد دكتور حبيبي في الموسم اجي اجي ولا ما اجي من الحين يا بعد شفت يعزب عزيزك يا دكتور يعزب عزيزك. بنجوب نصور الانتاج ان شاء الله بس في الموسم ناخذ من عنده تفاصيل درس كامل كل الامارات عن اللوز. ما شاء الله الله نصب على محمد وعلى محمد. في بدايه التغطيه اللهم صل على محمد وعلى محمد. دكتور افات التين آفات التين طبعا آفات التين يعني العناكب هذا آفات التين جزء منها جذري وجزء منها للمجموع الخضري. المجموع الخضري عندك أسوأ شيء العناكب والفطريات أسوأ شيء الجذري. بعدنا نسينا البق الدقيق البق الدقيق مزعج العناكب الغسيل الدائم وقاية ممتاز. صار عندك الإصابات الأفامكتين ممتاز. طيب الاصابات الجذريه دائم يكون بالصابون الغسيل. اه ممتاز غسيل دائم بالصابون تغسل بالصابون ممتاز ممتاز. طيب دكتور الجذور الجذور عندك سيئين سيئين جدا اللي هو النيماتود الثاني عفن الجذور. عفن الجذور شلون اعرف ان الشجره فيها نيماتوده؟ اغرسها اولا اشتريها من مصدر موثوق أولاً واحد لازم تشتريها من مصدر موثوق واحد واحد اثنين قبل لا تشتري تقدر تشيك الجذور اي انه ما فيها العقد لانه ما فيها العقد وان الجذور سليمه ممتاز. بس المصدر لازم يكون سليم المصدر لازم انت تنتج شتلات ما شاء الله. شو الاصناف اللي عندك للبيع؟
عندي اغلب صنف اللي انا متميز فيه هو الاسبان الاصفر. الاسبان الاصفر في الاساسي عندي ممتاز. اذا لازم عشان يعطيني اصفر بين توج يكون مظلل. لا لا يقدر حتى خارجي، لكن التيم بشكل عام كل ما كان مظلل وفرت انتاج، وفرت انتاج بالنسبه للاجوان واحجام. احجامه ممتازه ما شاء الله، احجام ممتازه وفي الحجم الان يضاهي البراون، يمكن احسن حتى من البراون ما شاء الله. يجي في الدرجه الثانيه يجي السوري اللي معروف بجاسم، ايه وهو اصلا سوري يعني، بس اي بس الناس مشت عليه. نرجع تين جاسم، هو سوري متوفر عندك شتلات تين جاسم؟ متوفر تين جاسم، متوفره متوفر تين جاسم، متوفر وزيري موجود، وزيري خلص تقريبا بس الموسم هذا خلص، الموسم هذا خلص. عندنا التركيش براون، عندنا الاسباني الاصفر مثل ما قلنا، وعندنا الاسباني الاخضر ممتاز، وعندنا الاسباني الاحمر ما شاء الله. طبعا اذا قلنا مصدر موثوق، هذه من المزارع اللي تنتج تين، نمتودة ما فيه واضح، السقي علوي طيب، الجذور للشتلات مو بضاربة في الأرض لأنها حاطة بلاستيك سفليها، مو بضاربة في الأرض، حاطة بلاستيك سفلي عشان الجذور لا تضرب في الأرض. ما شاء الله ما شاء الله، دكتور مزرعته في أبو معن ما شاء الله ما شاء الله. الخدمة هذا متر بس أنت واقعياً حط عليه 20 سنتي مني، حط عليه 20 سنتي مني، تقريباً متر و40 سنتي صحيح، أكثر من مزرعة التين بالطريقة اللي احنا شفناها.